انا وقتي بيخلص، انا عايزاك تدي توجه رسالة لأهلك في غزة في رفح. سامحونا أول حاجة، يعني سامحونا لعدم وجودنا معكم، كنا بنتمنى نكون معكم، بنعيش نفس الألم، بنعيش نفس الوجع، بنعيش نفس الخوف. نتمنى تكونوا بخير، ولازم نضل صامدين، وإحنا بنستمد قوتنا وصمودنا وحياتنا منكم، فرجاء ما تضعفوا وكونوا بألف خير، وإن شاء الله شدة وبتزول بإذن الله. هدي لمامتك وباباكي. بحكي لهم إن أنا بحبهم كتير، وإن هم قدوتي في هاي الحياة، وصمودهم وتمسكهم في كل إشي رغم كل هاي الظروف ما هو إلا رسالة قوية إلنا ولغيرنا. وكمان حابة أوجه رسالة وأقول لعماتي وخالاتي وعمامي ومديرة النازحين عمتي وشيات عمتي أمي إياد وعمات الفرفوشين ابتسام ونعيمة، بنحبكم كتير كتير، وإن شاء الله يعني أيام وشدة وهتزول، وخليكم صامدين، خليكم قوياء، خليكم كويسين، احنا معاكم. ويا ريت يا ريت لو كان بيقدر الواحد بيقدر يعني انه يكون بينكم، او المعبر كان مفتوح لانه نروح ونموت كلنا دفعة واحدة. زينب، انا بقول لهم انه ربنا ينجيكم من الايام الباقيه هاي، يعني انه انتم بس اللي ضايلين لنا، يعني حتى انه نرجع نعيد نسل العيله تاني من اول وجديد، يعني ربنا ينصرهم يا رب. ومي، والله يا لميس ما فيش حاجه تتقال، سامحونا سامحونا، ما باليد حيله غير انه احنا نتكلم. اليومين دول عندنا احساس دايما بالخير، يعني انا عندي احساس كان بيقول من شويه لما بشرب الميه بحس انها في حد تاني دلوقتي محتاجها، شعور الخيانه بكل، احنا دلوقتي كفلسطينيين واعتقد ناس كتير حتى حوالينا مصريين وعرب دايما بيكتبوا يقولوا يومياتنا البسيطه اصبحت ثقيله، يعني مجرد انه احنا الواحد بيقضي مشاويره الضروريه لابنائه ولشغله اصبحت ثقيله، وممارسه اي حاجه من الانسانيات البسيطه في حياتنا اصبحت انا بنظري يعني ناس كتير حواليا بيقولوا لي خفي ما تتفرجيش، ما تقدريش اخف وما اتفرجش، دول اهلك. هقول لك حاجه بسيطه، انا شاف اول امبارح على الهواء اتحرقت حرق بخار بسيط، فحته بس من الجلد مقطوعه من المكان اللي انا بحرك فيه صباعي، جوزي بيقول لي ايدك مالها، قلت له انا شفت طفل، يعني في مشاهد طبعا كتيره في غزه، بس في طفل كان محروق حبيبي كاملا، والدكتور بيقول له انت كويس، عمره 6 سنين، قال له الحمد لله انا كويس. عايزه اقول لهم الحمد لله التي قلتوها دي اللي طلعت منكم صدحت في كل العالم، وخلت الغرب كله يبص على صمودكم وايمانكم، واعزيتوا الاسلام والمسلمين يا اهل غزه.